هون زيدان خلف يعني مربي مال جمس، هاي يعني شغلتنا يعني من دور ابويا، يعني مصر ثاني وراء الحلال، وظلينا احنا على هالشغله وما نقدر يعني نعوفها، غير نشتغل غير شغله ما نقدر. وشغلتنا يعني تعبان، يعني هسه فد مره تعبان الجماس، يعني السبب مكانات ما ظلت وماكو تشجيع يعني عليها، لاكو تشجيع يعني راح تزيد. هسه الجماس عاد تنقص يعني ازيد من نصها، هسه الجماسه بطلت، يعني ترى الحالين تعبانه فد مره عندنا خاصه الجمس. راح لي 4 كبار و7 صغار بالقصف، والله 22 واحد انا نزحت بالطريقه، انضربت يعني طالع منهم حي الشرطه و10 انضربت، ابني انطعن وجمس انشتلت على الشارع، والباقي دشرم رجعنا هنا على مكانهم، على ما شويه هدا الوضع جي طلعناه، بس ظلنا ظلنا يعني ازيد من اقول لك نص الجمس انقطعت. فايت الجمس للمواطنين، يعني ماكو بيت يخلى من ريوق، لو اللبن لو الجيمر، عندنا يعني اشهر شيء ازيد شيء يعني المأكولات الطيبه الصبح الجيمر صحيح ما صحيح، بعد اللبن بعد الكريم ورقريم اللبن والحليب، حلب ودي للمعمل، المعمل يشتغله الكهرب، اقصد شغل الجيمر على الكهرب. اثنين يعني هم يراد له مكان، مثلا الشغل ماله التفوير ماله، وسع التفوير كنا قبل نفور يعني مثلا على الغاز، اما قبل على الحطب القديم يعني قبل 90 بالحصار، هذه كان كله على الحطب وغير الحطب. بس ماكو يعني مثلا دعم حتى يصير تشجيع لل، والثاني شيء يعني الجمس الساعه تقل، بدل ما يدعمونا مثلا من الدوله يعطونا الاراضي، راح يصير عندنا يتوفر عندنا الساعه تقريبا اقل نص الجمس راحت بهالوضعيه، لان ما عندنا شيء اللي شنو الحل برايك؟ الحل اراضي يعني ينطونا مثلا خارج المدينه، توسيع المكانات يعني